اللهم شفع فيها الصيام، اللهم شفع فيها الصيام، وشفع فيها القرآن، اللهم وشفع فيها القرآن، وشفع فيها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. اللهم يا رب العالمين اجعلها من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلها من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم يا ربنا بحق قولك الكريم ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم اشملها بهذه الرحمة واشملها بهذه المغفرة. اللهم وأدم سترك عليها يا رب العالمين. اللهم استرها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تفضحها بين خلقك ولا بين يديك. اللهم وأحسن وقوفها بين يديك. اللهم وأدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ولا سابقة عذاب ولا عقاب يا رب العالمين. ومتعها يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم ومتعها بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم وببركة هذه الأيام حرم اللهم جسدها على النار. اللهم وحرم جسدها على النار وأدخلها الجنة مع الأبرار. وارزقها يا ربنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اربط على قلب ذويها بالصبر والسلوان، وألهمهم يا ربنا الرضا بقضائك وقدرك. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم وتقبل منا لها الدعاء. اللهم وتقبل منا لها الدعاء، واجعله يا ربنا رفعة لها في الدرجات ببركة وبفضل الصلاة والسلام على رسول الله وبسر الفاتحة. Thank you.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صور يرجع ورا كده تبع الزوم، ارجع ورا شويه بعد اذنك عشان الناس تعرف تقف، عشان ما ينفعش الكلام ده بعد الرحمن الرحيم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقاب فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر